مئات من الجزائريين ألقوا في نهر السين وهم على قيد الحياة. الآلاف منهم اعتقلوا وسيقوا إلى مراكز التعذيب الفرنسية في حادثة وصفها المؤرخون بأنها أعنف قمع لمظاهرة في تاريخ أوروبا المعاصر. إنها أحداث 17 أكتوبر 1961، يوم ارتكبت فرنسا أبشع مجازرها. اختلط الماء بالدم، غدا لون مياه النهر أحمر. من فوق هذا الجسر ليلة 17 أكتوبر 1961، قامت الشرطة الفرنسية برمي جزائريين هنا في السين. هنالك شهود عيان وقد كانوا مصدومين من فعل الشرطة الفرنسية. نطالب فرنسا بالاعتراف بهذه الجريمة، ونطالبها أيضا بالاعتراف بجرائمها خلال الحقبة الاستعمارية على مدار 130 عام. المجزرة الشنيعة هذه جاءت بعد خروج آلاف الجزائريين في مظاهرات سلمية استجابة لنداء جبهة التحرير الوطني، ورفضاً لحظر التجوال الذي فرض على الجزائريين المقيمين في فرنسا. السلطات الفرنسية قابلت هذه المظاهرات بالقمع والتقتيل والترحيل أيضاً. كان والدي أحد المشاركين في المظاهرات، وفي ذلك المساء ألقي القبض عليهم وتم اقتيادهم نحو مركز الشرطة. لقد اعتدوا عليهم بالضرب وبطرق همجية. في كل مناسبة يذكرنا التاريخ بهمجية المستعمر الفرنسي. أحداث 17 أكتوبر لن تمحى من كتب التاريخ مهما تقدم الزمن وتعاقبت الأجيال.